هوية بريس نحو إعلام هادف. وفي الحقيقة بالنسبة للحرب الحالية على غزة والعدوان على غزة، يصعب كثيرا أن نجد الكلمات شنو زعما ممكن مازال نقولوا حنايا كحزبيين وكسياسيين. كنا كنقولوا بأنه أضعف الإيمان تجاه القضية اليوم هو التعبئة والحشد والإيصال الرسالة، إعلان الدعم والتأييد، المشاركة في المظاهرات في الوقفات الاحتجاجية. والحمد لله احنا كحزب عدالة والتنمية كنا من نهار الأول حاضرين في كثير من الأحيان بدون يافطة سياسية، لأنه كنقولوا هذه مرحلة ديال تجميع كل القوى بمختلف حساسياتها باختلافها، كما هما اليوم الفلسطينيين مجتمعين حول مقاومتهم. وجات هذه المناسبة باش الحزب ينظم مهرجان يجمع فيه فعاليات حزبية ووطنية أخرى من مختلف المشارب مختلف الحساسيات السياسية، وكنظن بأن هذا إيجابي. القضية الفلسطينية للأسف الشديد احنا دائما كنا محتاجينها أكثر ما هي كتحتاجنا، وهي كانت كتجمعنا وتلهمنا أكثر ما في الحقيقة احنا قدمنا لها خدمة. ولذلك هذا المهرجان اللي كنديروا اليوم هو في هذا السياق، هو أضعف الإيمان. أما المقاومة الحقيقية فهي المقاومة التي يقوم بها المقاوم وحماس وباقي الفصائل على أرض المعركة. طبعا الدعم ديالنا والتأييد ديالنا دائم، ودعوتنا إلى وقف الإبادة والحرب العنصرية الهمجية التي تشنها اليوم يشنها الكيان الصهيوني على غزة. كنتمنوا أنه المجتمع الدولي الذي تأخر كثيرا بل تواطأ، أنه على الأقل أن ننقذ ما يمكن إنقاذه من أرواح اللي كتمشي من بين يدينا كل يوم، من أطفال ومن جرحى ومن نساء. طبعا للأسف الشديد الشيء كنقولوه بكل أسى وبكل أسف، ومع ذلك إذا كانت المقاومة صامدة فأدعى أن نصمد اليوم إحنا على الأقل بالكلمة. القضية الفلسطينية قضية وطنية كما تعلمون، ومنذ سنوات ونحن نعتبرها قضية مثل قضية الصحراء المغربية. وبدون شك أن الشعب المغربي كباقي الشعوب العربية والإسلامية وكباقي العالم يتابع الجرائم الحكومة الصهيونية بقيادة نتنياهو، جرائم ضد الإنسانية، جرائم في غزة، وأنتم تعرفون مدى فظاعة هذه الجرائم الوحشية اللا إنسانية. ولكن المقاومة الفلسطينية لازالت ثابتة، لازالت صامدة، وهناك تجاوب مع القضية الفلسطينية في كل أنحاء العالم بما فيها، وهذا هو الأساس، بما فيها الرأي العام الغربي في الولايات المتحدة الأمريكية، في آسيا، في أوروبا، مظاهرات احتجاجية على تلك الجرائم، مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعد أن نسوا القضية الفلسطينية منذ سنوات واتجهوا إلى ما يجري في أوكرانيا. الآن القضية الفلسطينية تحتل المركز في العلاقات الدولية وفي العالم، نظرا لأن القضية الفلسطينية بدون حل هذه القضية لا يمكن أن نتحدث لا على سلم ولا على أمن في منطقة الشرق الأوسط. وأكيد أن الشعب الفلسطيني سيؤدي الثمن لهذه المقاومة، ولكن دائما نحن متفائلين بأنه سينتصر كما انتصرت كل الشعوب التي كانت تدافع عن الحرية وعن الاستقلال. في فيتنام مثلا هذا درس كبير للولايات المتحدة الأمريكية، وبدون أن نذكر ما جرى في أفغانستان كذلك، فدائما الشعوب تنتصر مهما كانت قوة المحتل ومهما كانت قوة الولايات المتحدة الأمريكية. هوية بريس نحو إعلام هادف.